طحين البيكر من المنتجات اللي أنا بحبها جداً، وهو منتج إماراتي مصنوع من أنواع فاخرة من الدقيق. ريحته كتير حلوة، بتحسه كأنه فيه ريحة فانيليا هيك خفية، لونه أبيض ناصع وناعم زي البودرة. هنعمل اليوم وصفة كتير لطيفة وسهلة وسريعة، هنشوف مع بعض طريقة تجهيز المكونات. من طحين البيكر حوزن 500 جرام، حضيف الحليب البودرة، الملح، السكر، الخميرة، وحركهم مع بعض. حضيف البيضة، زيت الذرة، والمي لازم يكون دافئ جدا، وشغل. عجينة أصبحت عندي جاهزة، بشكلها على شكل كرة وأخليها في طبق مدهون بالزيت. العجينة بعد ما تضاعف حجمها هقطعها إلى 4 كرات. باستعمال السكين أو قطعت البيتزا 8 مثلثات، وهلأ حسب رغبتي بدي أعملها سادة أو حابة أحشيها، لكن لو بدي إياها محلية أحط قطعة من الشوكولاتة. ممكن أحطهم في الصينية ملتصقين مع بعض بهذا الشكل، ممكن أحطهم متباعدين حسب ما أنتوا بتحبوا طريقة الخبز. بغلف العجينة واسيبها في مكان دافئ لغاية ما يتضاعف عندي الحجم بهذا الشكل، وجاهز للفرن. الكرواسون أصبح عندي جاهز. شكراً طحين البيكر، وتفضلوا.